السلام عليكم. الآن رانا في ملعب دويرة، وهذا آخر ما عندي، يعني الصور اللي عندي حول هذا الملعب، وهذا الصور تعود إلى الأسبوع الماضي، ويعني في الوقت الراهن، يعني هذه الأيام، يعني البارحة، الأشغال راهي تدور حول وضع السيستم، يعني النظام تاع تصريف المياه في أرض الميدان، إذن واستكمال كل الأشغال نتاع وضع الطالاء فوق المدرجات. إذن نخليكم تشوفوا هذا الصور، والسلام عليكم.